هجمه الى باويه تلعب سريعه خطيره خالد الزيلعي يا فالزيلعي جول فالزيلعي جول اول يابا سريعه اللقطه لعبها الفريق الاباوي الطبوبي الى القائد خالد الزيلعي تبدأ من الطبوبي سريعه حكم المباراه اعلن استئناف اللعب الزيلعي مرر الكره بالمليمتر الى مين الى المندفع من الخلف محمد حسام يسجل على ستكون هناك رد فعل ستكون هناك بحث للفريق الشعلاوي عن التعديل شوف الهدف حكم المباراه استأنف اللعب لاعبي حربي ليه على طريقه كره اللعب العرضيه حاضره والراسيه تمر وتذهب الى ضربه هذه ضربة مرة من الأخطاء الماضية صحيح هذه السيطرة ويحاول ويبحث ولكن يتحدث عن الخطورة لا توجد انطلاقة خطيرة كرة اللعب العرضية حاضرة خطيرة والكرة والهدف جول ثاني اليابا هدف ثاني اليابا عن طريق محمد حسام المدافع الهداف للفريق الأباوي يتقدم بالهدف الثاني فريق الأباوي شوف العرضية الجميلة من حسام الدين طبوبي والخطأ الفادح من مين؟ من سعيد الحربي خطأ فادح وغلطة الشاطر بعشرة يا سعيد الخبرة خانت سعيد في اللقطة الماضية ومرة تصير من تدخل الشوط الثاني فريق هدف شوف سعيد الحربي أخطأ بالخروج ومحمد حسام انتظر بعد أن خلص الفارق أمل والعرضية حاضرة معاد الرأسية عاد في جديد التغطية اسمحان يلعب كرة اسمحان أطلبه بحسام الدين يلعب كرة الرأسية خطيرة في بداية كرة طويلة وحالة رأسية ولكن تمر وتذهب إلى ضربة مرمى تذهب إلى ضربة مرمى ضربة رخية لأبها كرة طويلة داخل منتزاع رأسية حلوة الرأسية حسام الطبوبي كرة يلعب كرة حسام والمحاولة الرأسية حسام الطبوبي يلعب كرة عرضية جول محمد حسام يتقدم ليابا محمد حسام بعد محاولة أولى وثانية وثالثة والرابعة سجلها محمد حسام برأسية ذكرت قبل الهدف أن أبها حتى الآن لم يستخدم أحد نقاط القوة لدي الكرات الثابتة نصر سيلعب عن فاطر مدير بالرياضة بين الهلال والشباب برناردو محاولة صناعة بالفعل صناعة على قائم أول ولكن عدد سالة كنترول يقترب من أول أهداف اللقاء كرة بينية طريقة خالد الزيلعي ممكن شوف هدف ثاني أرضية رأسية جول خالد الزيلعي والتونسي الثاني وهدف ثاني أبهاوي أبها يتعادل الثاني يتقدم للمرة الثانية فرسان عسير وعن طريق هذا التونسي الخطير محمد حسام يحسم الأمور 2-2 سجل لازم ننسى الكورة شوي اللي حادث الحديث ايوه ان شاء الله الله يحييك مروان شكرا بارك خلينا ننتقل على السريع حسام الدين ألف مبروك توجتم هذا اليوم المجموع هذا عتب خطا ينفذ وراسية لأبها وفي المرمى راسية لأبها وفي المرمى جول يعود مستوى عالي مباراة تكتيكية هل يوقف نادي الطائي الفريق المتصدر إلى من أجمل مباريات هذه الجولة والراسية تأتي وفي العارضة الله حساب الطبوبي على التمديد يلعب الكرة طويلة والهدف الأول نعم هدف التعديل رائع هدف رائع الروعة محمد حسام يسجل يبدو لاعب اللاعب رقم 15 اللاعب التونسي لاعب الترجي الجرجيسي يسجل هدف رائع من هذا اللاعب التمريرة
من اللاعب التونسي الآخر حسام الطبوبي. يبدو أن الكرة مدروسة، لاعب العرضية الحارس ذهب عودة مرشال، لا هو الذي خرج سريعا ولا هو الذي حرس ويعني تواجد في الشباك تحديدا، لكن هنا العرضية الرائعة والهائلة، لا يوجد تسلل في هذه الكرة. هنا روعة روعة روعة، هدف بصراحة مميز، بأهداف الهدف رائع. أنا كنت يعني أشاهد الحارس وهو الذي يعني كان هناك يبدو دفع على لصالح اللاعب محمد المنقاش في ثواني معدودة. كرتين بأن أذكر من يقود هذه المباراة تحكيمية الحكم سلطان كيري. إلا إذا كان هناك كلام آخر، هنا بيريرا المسؤول عن إضاعة ركلة لاعبي أبها عن اللقطة الماضية، وخاصة فالديني. راسية تبعد، لكن الكرة الملعوبة والرأسية، وهنا إذن المطالبة بلمسة يد والركلة الجزاء، ربما لم يكن هناك الاعتراض. هنا اللقطة يعني الكرة لم تكن خلي لي الصافرة مرور، يا السلام تعبيرة، ولكن عادت الآن من فريق الأداء تعبيرة من طبولي عند المالي كولوبالي، عرضية من المالي والتدخل هالمرة من التونسي جزل، إنسانية طويلة، دقائق تمضي والبحث عن العرضية والكرة تتخلص لحالة بعيد. كانت هناك تسديدة مشابهة لسرحان النابت التي اعتمدت أيضا المرمى للمباراة. هنا الدخول محاول ينطلق أولسون يمر الكرة بالخطأ عادل تطلع كلام من حسام، يلعب كرة محمد لأبها، محمد حسام تمريرات بينية أباوية نادر وشم جميلة لأولسون لسفياني، سفياني يحاول كرته مقطوعة عادل من جديد لحسام، تمريرات بينية تصف الملعب الدراوية، محاولة وتمريرة لوكش خطير لوكش سيمون لوكش يحاول تركي جميلة حسام ينهي المباراة متقدم ونحصل على 3 نقاط إلا إذا كانت في هجمات. ودعان المحاولة لفريق نجران، تغطية يا السلام، الكرة طالت إلى خارج أرض الملعب، ضرب الشرمة عند الحبيب، الزاوية الثانية عند الطبروبي، ضرب الزاوية رجوع أفر رمضان أبدا جلجان شوف الراسية الأرناوي يمشي كورة على الطرف اليمين، محاولة وفريان منقولة أمامية سريعة وراسية تتخلص بشكل أمتع. الجماهير السعودية عامة والجماهير الجنوبية خاصة، ولكن شوف المحاولة لفريق أحد، الراسيات والكرات العرضية، شوف العرضية هذه شكلت خطورة على مرمى الأنصار، ولكن شوف يعني شوية صعبة. ألف عافية، دائما هي المباريات كانت تعتبر دروس لهم أيضا في مباريات قادمة، ممكن كرة القدم يعني لا شيء، كان لقاء القوي لفريق أبها، إذن كرة مقطوعة حملت تلك الأهداف. الآن شهاب يحاول عفوا، هنا 18 لعمر العشرة، نوارا كرة مع عرضية ممتازة وتتهيأ، لكن بتمر خطيرة تحدث لحراس المرمى وأيضا للاعبين داخل أرضية الميدان. الكرة مرت من أمام الجميع، لمسة سريعة حذاري من هذه الكرة الماضية، يعود بعد ذلك إلى الخلف، لمسة رأسية من الدفاع، عادت هناك يلفح أبها داخل المنطقة، عالية ملعوبة أمامية خطيرة، الكرة مرت من حارس المرمى، خلصها المدرب هذا الكرة بادي يلعبها أمامية
محاولة للعب الكرة خلف المدافع خالد تمويه محاولة المرور داخل منطقة عرضية الله عدت ضيعها العنزي في كرة رأسية مرة على اليمين ملعوبة الزيلعي خطير الزيلعي عرضية تلعب الله شوف العادة الزيلعي سلام شوف هذا الزيلعي لعبها شوف العرضية الله على اللعبة الثلاث كرة لعب المعادة عفانة خافية عادة للمتراجع أو لقلب الدفاع محمد حسام تغيير اللعب إلى سمحان النابت استقبها وانا متنكلة في الخيل والآن الإرسالية طويلة جدا أكثر يسار عودة أو لاعبين حقيقيين وهم مسافرين فمن الطبيعي جدا الجدي النتيجة هدفين مقابل لا شيء حضرت مرتين في المواسم الماضية بين المنتصف كانت هي الغريبة جدا لفريق العروبة للتسجيل في بداية هذا الشوط بعد ذلك الهدف الذي أتى من جيفرسون اللاعب البرازيلي هنا إذا البحث كما ذكرنا عن لقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدوري كرة اللعب كرم برناوي انطلاقة خطيرة يا سلام ليابا محاولة والكرة أباوي الربيعه الجانبيه تلعب عوده مجددا لفريق ابها والعرضيه من يقابل هذه الكره في الطرف اليمين خالد الزيلعي هنا اللاعب المهاري والبحث عن العرضيه تقريبا الى الخلف والعوده الى محمد سليمان التونسي مناسبه لقاء هو بصبغه تونسيه خالصه اذا ما تكلمنا عن المدرات في اليمين والبرازيل تواجه الارجنتين في جده عبد الله مطلوب عند البرازيلي عبد الرزاق وعند التونسي عبد الرزاق